الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله آمين. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفتتح بها مجلسنا عسى أن ننال من بركتها ومن أنوارها. والبردة سميت بالبردة كما ورد في سيرة صاحبها أبي عبد الله البصيري رضي الله تعالى عنه أنه كان مصابا بالفالج، فالج والعياذ بالله اللي هو الشلل، وكان كثير المدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظم هذه القصيدة. ثم بعد ذلك بعدما نظمها نام، فرأى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ عليه أبياتا من هذه القصيدة، فخلع صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بردته الشريفة وألقاها على جسد الإمام البصيري هذا في المنام، ثم استيقظ وقد برئ. لذلك قالوا إنها الأولى أن تسمى البرأة، قصيدة البرأة، لأنها كانت سببا في شفاء صاحبها. وهذا يعني هذا الخبر لما نسمعه للأسف قبل ممكن 50 سنة لما كان يحكى هذا الخبر كانت الناس تسبح وتهلل وتكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بشوق وإقبال، لأنهم يعرفون أن ذلك هو بإرادة الله الواحد وأن هذه كرامة لصاحب البردة معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل كرامة تصدر على يد الولي هي معجزة لمن جاء أو من آمن به وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحال الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله تغير، أصبحنا لما نسمع هذه الأخبار وإيش عرفني أنها صدق أو غير صدق، ربما حواديت قصص تقال، لا هذه ليست قصص تقال. نحن نؤمن تماما بكرامة الأولياء، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفى فأنبذا كلامه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وإنما جاءته الكرامة لأنه يحب رسول الله ويتبع سنته، لم تأتيه الكرامة لأنه رجل دجال ولا لأنه يعصي الله ورسوله أبدا، وإنما جاءته لأنه على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل الله لا نستطيع أن نحجره عن أحد. فثبوت الكرامة لأحد لا تستطيع لا أن تثبته ولا أن تنفيه، لكن نحن نصدق بأصل الكرامة وأصل حصولها كما أخبرنا القرآن الكريم عن السيدة مريم عليها السلام لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا وجد فاكهة الشتاء بالصيف أو العكس، هذا خارق للعادة، فقالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. من أنكر هذه فقد كفر. وهذه كرامة لأن
باتفاق السيدة مريم ليست نبية، والنبوة لا تكون إلا للرجال. على كل حال، نحن بفضل الله تعالى وبحمده نصدق بهذه الكرامة ونؤمن بها. وقالوا التصديق في الأولياء كرامة. لماذا؟ لأنهم يدلوننا على الله. إذا صدقت في الولي واتبعت هديه دلك على الله، مش صدقت في الولي بمعنى ان انت بقيت عبد لي ولا لغيت عقلك، لا. ده الرجل سيقول لك صلي، صم، اذكر الله، حب رسول الله، لا تعصي الله. ادي الاولياء والعلماء الذين كان يمتلئ بهم هذا المسجد، ولا زال ولا زالت بقيه منهم بفضل الله تعالى تعمر هذا المكان. إذن هذا منهج لن نتخلى عنه. إيماننا بهذه الكرامات ليس ضربا من التخريف أو ضربا من الخرافات، هذا ما يعتقده العلمانيون أو الماديون. نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر على فعل أي شيء لمن أراد، لا يقف في وجه إرادته أحد ولا يحجر على إرادته أحد. يقول يا رب لماذا أعطيت فلان هذه الكرامة ولم تعطيني أنا؟ هذا ملكه، يتصرف فيه كيف يشاء. وهذا من أصل العقيدة التي جلسنا لدراستها، ليس يعني بعيدا عن ما نعتقده وما نطلب دراسته. هكذا كانت قصة البردة المباركة. لذلك لما رأى الله سبحانه وتعالى وعلم من صاحبها الإخلاص، انتشرت في ربوع العالم الإسلامي وأحبها الناس وأحبوا بها رسول الله وازداد تعلقهم به أو به صلى الله عليه وسلم. ومن المناسب أو من يعني من كما يقولون من حسن المناسبة أننا سنقرأ الفصل الخامس في معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال: جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه وسلم. هذه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم بلغت نحو 1000. معجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم بلغت نحو 1000 اللي عدوها، وقد سطر فيها كثير من العلماء كابن كثير والسيوطي وغيرهم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية التي رأونها أو رأوها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: كيف تكفرون وأنا فيكم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان في وسط مشركي قريش، كان صلى الله عليه وسلم يرونه حسا وقد خرقت له العادة. فقد كان صلى الله عليه وسلم تظلله الغمامة أين صار وحده. لما رأى ذلك الراهب كما وردت الروايات بحيرة الراهب، أيقن أن هذا الغلام الصغير وقتها هو رسول هذا الزمان، وعلم أبا طالب عمه أنه لابد أن يحافظ عليه من يهود، لأن اليهود إذا علموا خروج النبي صلى الله عليه وسلم عادوه كما عادوا من سبقهم أو من سبقه من الأنبياء. مثل الغمامة أنها سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد بعض العلماء من معجزاته أيضا أنه لم يكن له ظل صلى الله عليه وسلم، لم يكن له ظل، لأنه صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بالنور صلى الله عليه وسلم، كما ستجدونه. وده عجيب من عجيب الأمور أن هذا الخبر جاء في كتب الحنابلة، متأخر الحنابلة ذكروا هذه المعجزة
وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا هذا في باب اسمه باب الخصائص. الشيخ البهوتي أظن في كتاب اللهم صل على سيدنا محمد، أتذكر اسمه بعد شوية، لكنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ظل لأنه نور، لأن الشمس بتأتي على الكثيف لوحده فيكون الظل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، ده خارق للعادة في حقه صلى الله عليه وسلم. هو نعم من البشر ولكن هذا خارق للعادة عشان الناس تصدق وترى هذا عيانا بيانا ويكون حج عليه. ومن المعجزات الحسية التي أخبر بها القرآن ما قال عنه: أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي. لقد جاءه كفار قريش وقد أجمعوا له أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم، وجمعوا له من كل قبيلة رجل واجتمعوا على باب بيتي وانتظروه حتى إذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله في عليائه سبحانه وتعالى قد أطلع نبيه على هذه الخطة الفاسدة، فخرج أمامهم وقد أعمى الله أبصارهم ووضع على رؤوسهم التراب صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من المعجزات الحسية. وهكذا تكلم عن معجزات النبي: وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. قال: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم صلى الله عليه وسلم. هذا حال الصحابة الكرام وحال التابعين، كانوا يستجيرون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل نازلة لأنه رسول الله، لأنه رحمة الله للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأنه شفيعنا يوم الدين، لأنه هو الوحيد الفريد صلى الله عليه وسلم الذي تكون له الشفاعة يوم القيامة ويخاطب ربه يوم القيامة. هذا قدر الله فيه، لم نصنعه نحن، لم نصنع نحن ذلك القدر أبدا، وإنما صنعه ربه. ولتصنع على عيني، فإنك بأعيننا صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذا حال الله سبحانه وتعالى مع سيدنا رسول الله، لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه وسلم. كان قلبه الشريف دائما التعلق بربه، إذا نامت عينه لا ينام قلبه. كم أبرأت وصبا باللمس راحته، وأطلقت أربا من ربقة اللمم صلى الله عليه وسلم لما اقتلع الكفار عين قتادة، ردها صلى الله عليه وسلم بيده الشريف، هرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: انقذني يا رسول الله. فردها صلى الله عليه وسلم فصارت أحسن عينيه. وجاء علي بن أبي طالب كما في البخاري وغيره لما قال صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: غدا يخرج، أو أقول لكم من القائد أو من يقود الغزوة، وهو رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فجاء في الصباح اليوم التالي وقال: ائتوني بعلي ابن أبي طالب كرم الله وجهه. فقالوا: يا رسول الله يشتكي رمدا. فقال: ائتوني به. فتفل بين عينيه، نفخ في عينه فبرئ. معجزات يرونها عيانا بيانا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فيهاش فصال بقى، خلاص ده سيدنا رسول الله آخر الأنبياء والرسل إلى هذه الأرض. فالمعجزات بالمئات حتى لا تكون هناك يعني شبهة لأحد في نبوته. ومع ذلك والعياذ بالله كفر من كفر وحرم من حرم، نسأل الله العافية. ومن الله علينا بالإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم منا.
نسأل الله سبحانه وتعالى تسلمين أن يمن علينا بدوام محبته صلى الله عليه وسلم لنا، وبدوام عنايته ورعايته صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض علي أعمالكم، كل أعمالنا تعرض على سيدنا رسول الله، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لك. استشعروا هذه العلاقة الطاهرة القوية بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد صلى الله عليه وسلم الذي يهتم بنا بعد موته صلى الله عليه وسلم، بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، لأنه صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. فتعلقكم بهذه العلاقة هو الذي يقربكم من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. الله على الأزهر، الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.